بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوك اسلام حالي فيديو كده مع بعض الماتش. مش تخسر حاجه لو عملت لايك عملت سبسكرايب. 5 ثواني بسيطه ما ضيعتش فيهم اي حاجه من وقتك. بص يا صاحبي، احنا من فتره طويله كده كان عندنا شويه مشاكل ما بين مؤمن زكريا وما بين جمهور الاهلي، وبعد كده لما راح الاهلي بقى بين مؤمن زكريا وما بين جمهور الزمالك، وساعتها كان في حمله تنمر كبيره جدا على مؤمن زكريا وتشبيهه بنوع معين من الحيوانات والعياذ بالله. فكنا معديين الليفل من الاول طبعا، ده غير مشاكل شيكابالا اللي مع جمهور الاهلي اللي ما بتخلص. مش عارف يعني، في ناس بتصنف شيكابالا عنصريا وعرقيا، وناس تانية ما بتحبش شيكابالا علشان خاطر هو بشرته سودة. الكلام ده موجود عندنا في مصر، احنا مش ملايكة، بس هي دي المشكلة، ان احنا مش عايزين نتقبل حقيقة ان احنا مجتمع عنصري، وان احنا فعلا مجتمع عندنا شوية عنصرية وعندنا شوية تنمر، بنحب دايما نتنمرها، حتى لما بندور على اي حاجة بندور على اي خلفية نقعد نشتم عليها، بندور دايما على شيكابالا اللي احنا اخر صورة بالنسبة لنا في دماغنا لما شيكابالا كان في الامارات وعمل حركة لمشين الجمهور الاهلي. طبعا ما سألش انت نفسك خالص هو عمل كده ليه؟ انا كنت زيك كده وعملت فيديو وزعلت فعلا شيكابالا، قلت له ما ينفعش شيكا، بس برضه لما عرفت ان شيكابالا من اول الماتش لحد اخره وفي شتيمة على شيكابالا وعلى ادم ابنه والدنيا بالنسبة له كانت بره الملعب خالص والموضوع كان في بيت شيكابالا، فبصراحة ربنا كان رد فعل شيكابالا طبيعي بالنسبة له، ده لاعب ومراته وابنه عمالين يتشتموا طول الوقت، فكان طبيعي ان شيكابالا يبقى رد فعله بالطريقة دي. فكان شيكابالا مستنيينه يظهر، مستنيينه يظهر عشان خاطر هيعملوا معاها حملة تنمر وحملة عنصرية غير طبيعية وغير مسبوقة كان بتحضر لها من فترة، اللي احنا يا جماعة عايزين نسيب شيكابالا. وطبعا مننا في فترة حياتك كل سنة وانتم طيبين. شيكابالا احنا نزل صورته هو ومراته وابنه، من بعدها الدنيا قامت وما قعدتش، خلاص الفرصة جت شيكابالا نزل الصورة، يلا بقى ابنه بشرته غير بشرته ونكلم في نفس الموضوع اللي بيعصب اي حد. بس عادي، احنا مجتمع تنمري، انت بتتفاجئ ليه؟ في ناس شغاله وراس مالها في الدنيا كلها ان هي تعمل رياكت على الفيديوهات اللي على التيك توك، واحيانا بيكون فيها تنمر شخصي، تنمر شخصي بحت، بس مع ذلك انت بتضحك عادي. الموضوع دلوقتي جه مع واحد فيمس، واحد مشهور زي شيكابالا، احنا عندنا شويه تنمر. طب الكلام ده موجود عندنا، والكلام ده يعني في ناس من النخبه اللي هي مفترض ان هم ناس بيفهموا وناس يعني مكانتهم الاجتماعيه ومرتفعه زي دكتور مدحت العدل من الجانب الزملكاوي، زي الفنان الكابتن نبيل الحلفاوي من الاهلي. الناس دي لو قعدت تقرا التويتات بتاعتها تحس ان انتوا نخبه بجد ولا انتوا بتشتغلونا؟ هتحس ان في كميه تعصب غير طبيعيه وكميه تطرف غير طبيعيه وكميه ان احنا الصح واللي غيرنا هو اللي عنده شويه مشاكل، واحنا اهلاويه معنى كده ان احنا الشعب اللي بنفهم واحنا القوم اللي بنفهم، هما زملكاويه يعني معنى كده ان هم ما بيفهموش، هما بقى الناحيه الثانيه احنا زملكاويه. احنا ده مجتمع تنمري يا صاحبي، احنا مجتمع تنمري ومجتمع عنصري، قاعدين نرفض كده وقاعدين نقول لا يا جماعه احنا مجتمع هادي ومجتمع متسالم. لا احنا مش كده خالص، احنا بدايه انك لو انت مختلف معايا خش شيلني واهلك واللي جابوك ووالدتك ومراتك وبنتك لو متجوز هتخش تتكلم معايا كده، انما نقعد نتناقش لا صعبه. ليه؟ لان انت بقى بالنسبه لك اهم حاجه انا بفهم الولاد ده عباره عن حمار بيهبد، فانا هقعد اشتمه علشان خاطر احسسه ان انا اعلى منه. فانت بتتكلم في ايه؟ الموضوع موجود عندنا في مصر، بس فكره ان احنا ما بنحاربش التنمر وبنحارب العنصريه في مصر فكره ما بنتقبلش ان احنا عندنا عنصريه وتنمر. طول ما احنا مش متقبلين مش هنعرف نحل اي حاجه، وهنفضل نشتم على شيكابالا وهنفضل نشتم على مؤمن وهنفضل نشتم على اي حد مختلف، وهنلاقي ان في شويه ادراع بتساعدنا، واحد زي خالد ممدوح بينشر شويه تعصب، قناه زي قناه الاهلي احيانا بتطلع منها شويه كلام على مدى عظمه النادي الاهلي ومدى عظمه الاهلاويه ومدى فهم الاهلاويه وان هم الفئه الوحيده في مصر اللي بتفهم. بص هو احنا شعب تنمري، لو انت مش عايز تصدق كده ما تصدقش براحتك، بس احنا فعلا شعب كل واحد فينا فاهم ان هو الوحيد بس اللي نبخه واللي ضده في الراي هو واحد ما يفهمش اي حاجه. فانت مستني ايه؟ احنا خلاص معدين كل اللي بلاد، بس احنا قاعدين نكدب على نفسنا، ولما احنا نكدب على نفسنا نفضل واقفين محرك سر. من يومين كنت بكلمك على ان احنا الحكومه بتاعتنا غلطت غلطه عمرها ما رانت على الوعي عند الشعب، وان الشعب والوعي بتاعه هم اللي حفظوا البلد من انتشار الكورونا، وبعد كده لبسنا يا اسطى لبسنا وصلنا 19000 عشان خاطر الناس ما عندهاش وعي والناس ما عندهاش اي حاجه خالص. يعني الوعي بتاع الناس راح في البلاله، فانت مستني ايه؟ مستني منهم ان هم يكونوا شعب ملائكه؟ ازاي؟ انت ازاي اساسا متفاجئ ان هم عنصريين وان هم عندهم شويه مشاكل عرقيه؟ انت ازاي اساسا عندك الخلفيه بتاع ان احنا شعب ملائكه؟ انت لسه يا ابني الكلام ده بيأثر فيك؟ الله يكون في عونك بصراحه على دماغك دي، وربنا يحفظك يا صاحبي، لان بصراحه ربنا انت لسه عايش معانا في دوله المثاليه، واحنا ما بقيناش مثاليين خالص، احنا خلاص رمينا التوب ده من زمان، احنا يا اسطى خلاص بقينا ماشيين بالحاجات برده اللي بيصدروا لنا عن دراما، ان الطيب الغلبان ده ما بيعرفش ياخد حقه ودايما بيتهان، فلازم تكون شرير وتقعد تشتم اي حد لمجرد بس ان محدش يقدر يدوس عليك. مستني ايه؟ مستني ايه؟ خلاص كل حاجه في مصر ضربت ومحدش بقى فاهم اي حاجه، وخلاص يا اسطى الله يكون في عون الجميع.
احنا اسفين يا شيكا والله، يعني انا عن نفسي واحد اسف ان انا كنت فاهم منك غلط في الحوار اللي انت عملته في الامارات، وبصراحه ربنا يعني الله يكون في عونك على اي رد فعل بتعمله قدام شويه عيال اولاد ادب زي كده.